السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على داك الموضوع اللي كانت قالت لكم لطيفه. كاينه واحد الطريقه اللي تقدري تشري بها الحوايج لولادك، خصوصا دوك الناس اللي كيكونوا عندهم مثلا بزاف ديال الاولاد، ثلاثه ديال الاولاد، اربعه، جوج، وما كتقدريش تشري كل شيء ليهم يعني في نفس الثمن، حيت غادي يطلع لك غالي بزاف. ودائما خاصك تسناي حتى لشهر واحد ولا شهر سبعة عاد باش تشري في التخفيضات. ولكن انا لقيت لك الحل، بغيت نشارك معكم اليوم واحد الحاجه اللي اختي هادي عامين، وهي مع هذيك التيندا، وهي ولات 3 سنين، وهي كتشري منها بالتخفيضات دائما بواحد الثمن هابط بزاف، والحوايج الكاليتات ديالهم زوينه بزاف، ماشي ديال اسبانيا يعني، حيت هي ديال فرنسا وكتجيب الحوايج ديال فرنسا، وبعض المرات كنلقاو من المانيا، من يعني دوك الدول اللي كنعرفو كيكون عندهم الحوايج الكاليتات ديالهم طالعه بزاف. والمهم البنات، انا غادي نقول لكم اين تيندا. هاد التيندا سميتها اوركسترا، راه غادي تبان لكم دابا في البانطايا. هاد التيندا هادي صراحه اختي دائما كتشري من عندها، وانايا في اول ظهور ليا في القناه كنت وريت لكم شي حوايج كانت شراتهم منهم بالتخفيضات، وكان هذاك النهار نيت كنا في الصيف يعني في شهر سبعة، ولكن كانوا تخفيضات كتر وكتر. المهم راه كيكونوا تخفيضات على طول العام، يعني ماشي خاصك تسناي واحد الوقت المحدد اللي خاصك تشري فيه الحوايج. وهو هما راه كيتعاملوا بواحد الترخيطه اللي غنوري لكم دابا، هذه اللي سميتها ترخيطه كلوب اللي كتشوفوا. المهم هادو بالنسبه للناس اللي يعني درت لكم هذا الموضوع هذا، حيت هاد اوركسترا هادي راه كاينه في المغرب، كاينه في اكادير، وكاينه يقدر تكون في مراكش هذوك البلايص وكازا، وكاينه في اسبانيا، كاينه في فرنسا، كاينه في جميع الدول. داكشي علاه ما غاديش تاخذوا مشكل بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا ليا. ولا انايا في المدينه ديالي كاينه، كتكون بزاف سنترو كوميرسيال، وغادي تكون حتى في البلايص الكبار، موجود كبار البلايص اللي غيسولوني واش كاينه في مدريد وبرشلونه، راه ضروري تكون عندكم تما، ويقدر تكون في الجزائر انا ما عارفه. ولكن باش تعرفوا يعني دخلوا، باش بغيتوا تعرفوا دخلوا لجوجل، ديروا السميه ديال تيندا وشوفوا واش غيعطيكم، واش كاينه في الدوله ديالكم ولا لا. المهم هاد الترخيطه هادي اللي سميتها ترخيطه كلوب، من اللور كيديروا الانفورماسيون ديال الام. وهادي هاد الترخيطه هادي ما يقدرش يشري بها اي واحد، يعني يجي الجد ولا الخاله ولا العمه ولا خو الدري الصغير، ما يقدرش ياخذ بهاد الترخيطه. خاص الام ديالو تجي وتجيب الريزيدنسيه ديالها، ولا تجيب الترخيطه ديال البطاقه ديالها الشخصيه عاد باش تشري بها. يعني تعطيها، تقدري تعطيها الاخت ديالك باش تشري بها، راه ما غاديش تقبل هذيك مولات تيندا، يعني غادي ترفض، غتقول لك لا خاص تجي مولات هاد الترخيطه هذه، يعني الام ديال الاول كانوا كيعطيو فرصه، يعني كانوا كيعطيو الجد ديال الدري هو اللي ياخذ. كان الاب ديالي فاش الام ديالو كتمشي، فاش كتكون ما كتساليش كتخدم، كيمشي هو في بلاصتها يشري الدري الحوايج. انا ما نقدرش نشري حيت انا الخاله ديالو ما غاديش تقبل ليا، كانت كتقبل، ولكن من بعد هاد العيمان هادو ما بقاتش كتقبل حتى شي واحد في العائله، ما عرفتش علاه. يعني اي واحد خاص الام ديالو هي اللي تقدم هاد الترخيطه. دابا غادي نقول لكم كي بحالاش غادي تحصلوا على هاد الترخيطه كلو. المهم البنات كتمشي عندها كتقولي لي راه بغيت نشارك معكم في هاد الترخيطه كلو، كتطلب لك المعلومات الشخصيه ديال الام ولا ديال شكون تيتولار، ولا شكون اللي غادي يبقى يتقدى لهداك الدري ولا الاب، وكتخلصي لها 30 اورو وكتعطيك هاد الترخيطه. المهم هاد الترخيطه هادي فاش كديرها ب 30 اورو كتبقى عندك مده عام، يعني كل عام كتجدديها، الا بيتي تجدديها كتخلصي 30 اورو ثاني مره وكتجدد لك. كتشوفوا هادي راه جدداتها هاد العام، هادي كما كتشوفوا يعني جدداتها هاد العام هذا، حيت كل عام كتسالي ليه في هذا التاريخ هذا، وكتعاوتاني كتخلصي لها 30 اورو وكتجدديها. من بعد ما شفتوا التاريخ وما هضرت لكم على بحالاش كتسميتو، تقدري فاش تكون عندك هاد الترخيطه تقدري تشري اونلاين، تقدري تمشي عند التيندا، كيكونوا اونلاين الحوايج زوينين. شنو كديري يعني كتقضي اونلاين كتصيفطوها لك التيندا باش تشديها عندها. الا بغيتي واقيلا كتخلصي تما نيت،
الماء في التنظيف، الا بغيتيش راه كتخلصي بالترخيطه ديال البنكه وكتسميتو يعني بحال كيابي. الا قلتي لهم بغيت توصلني الكولي ديالي في التيندا، يعني ما كتخلصيش حتى كيوصلك عاد بتخلصي المولات التيندا وتعطيك الباكيتي ديالك. المهم، ولا بغيتو دائما تشرو بالتخفيضات خاصكم دائما تديو معكم هاد الترخيطه باش تبقاو تشرو بالتخفيضات، حيت الا ما ديتيش هاد الترخيطه راه ما غاديش تنقص لك والو في الحوايج. مثلا كانت واحد جاكيطه بنقولو ب 30 اورو كدير لك 50%، مثلا جاكيطه ب 15 اورو ولا بعض المرات كتكون اقل من 15 اورو. نقول شي حاجه كانت ب 100 اورو ولا شي حاجه كانت كدير لك نص الثمن ولا كاع يعني مثلا 70% ديال هذيك الحاجه. داكشي علاه اختي عجبتها بزاف هاد التيندا هادي، ودائما كتاخذ لولدها منها حيت عندهم الحوايج كتصب ليهم تحشيهم في لابادورة. يبقاو عندهم بزاف يعني اذا فيهم شي تبع درتي لهم انتيمان ما يقدرش يولي ديك البلاصه شهبه، ما كيشهبوش، ما كيوليوش خايبين، عندهم السراول ديال البرد ديال الدراري صغار كيكونوا مضوبلين من التحت، بحال مثلا كيكونوا ماشي كيكون جين من الفوق وفيه القطن من الداخل، كيكون عندهم السروال مضوبل. راه غادي نوري لكم واحد منو شريتو اختي في هاد البرد هذا لولدها، هو جين من القدام ومن من من التحت مضوبل، يعني مصوف داك السروال، يعني يلبسو في البرد راه ما غاديش كاع يحس بالبرد. كاينين حوايج البنات واعرين واعرين بزاف، وكاين حتى الحوايج ديال بيبي اللي يلاه تزادوا، بحال مثلا دوك حويجات كيك صغيورين حيت كيكونوا زوينين بزاف، حيت ولد اختي فاش يلاه تزاد وحنا كنشريو ليه تما كاين الحوايج حيت زوينين 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 بزاف، وكيجيبوا داكشي موضه الدراري صغار الاخر جديد موضه، وحتى كيجيبوا ليهم الوان زوينه، وخصوصا حوايج ديال البنات كيكونوا واعرين بزاف، عندهم التقاشر، عندهم الحوايج الداخليه ديال الدراري الصغار، عندهم بانيادوريس ديال البحر ديال الدراري الصغار، عندهم ميدالات، عندهم اي حاجه، عندهم كاسكيتات، عندهم طرابج ديال الثلج وصباعيات، عندهم اي حاجه نتوما بغيتوها كتلقاوها في هذيك التيندا متوفره، وعندهم حتى الصبابط والبوطاس ديال الدراري الصغار. وانا قالت لي واحد النهار الا ما عجبكش صباط هنايا راه اونلاين كيكونوا صبابط احسن من ما كنجيبو في التيندا، وبصح انا شفت اونلاين وبانوا لي صبابط كتر ما كيجيبو في التيندا. المهم دابا من بعد ما هضرنا على الموضوع ديال الترخيطه وديال التخفيضات ديال الملابس ديال الدراري الصغار، غادي ندوز نهضر لكم على بعض الملابس اللي خدات اختي لولدها، منهم داك السروال اللي مضوبل من التحت كما كتشوفوا هي تيردا. المهم هاد البيل هذا راه فات لبسو جوج المرات، هذا راه زوين بزاف كما كتشوفوا. انا غادي نوري لكم دابا في الفاكتوره الثمن ديالو بشحال كان وبشحال ولا. هذا جابته اختي لولدها في هاد يعني في هاد البرد هذا باش يبقى يلبسو تحت قميجه لتحت، وهاد البيل هذا من الفوق. الثمن ديالو كما كتشوفوا كان الثمن ديالها في الاول 22 اورو، يعني 23 اورو هاد البيل هذا، وبالترخيطه خداتو غير ب 11 اورو و49. وهذا الجين هذا اللي كتشوفوه ازرق بحال هكا، غير بغيت نوري لكم يعني، المهم كيجي من هنايا ولا بغيتي انت راه كتني بحال هكا. هاد السروال هذا كيجي من اللور داير بحال هكا، وباش زوينه من هنايا الدري صغير الا كان في المدرسه مثلا ولا كان في شي بلاصه كيمشي للتواليت بوحدو بلا ما يحل صدافي كيدير فيها غير هاد يعني هاد الطريقه هادي اللي سهله وبسيطه على الدري الصغير باش يفتحها بوحدو الا مشى للتواليت. ولا كان الدري السروال كبير عليه كيسنتريه من هاد البلاصه هادو، كتجبديه بحال هكا هاد لاستيك، هاد لاستيك كتشوفي القد ديال الكرش ديالو، وكتدخليه مثلا في هاد الصدفه هادي اللي غادي ندخل دابا فيها. دابا نوري لكم هاد الصدفه كبر كما كتشوفوا، كتدخلوا في هاد الصدفه هادي كتشوفي على القد اللي ولدك كيلبس، ما بغيتيش كتحلي عاوتاني بحال هكا، وكتزيري السروال وكيبقى صافي عادي ما مزيرش عليه. ولا ما كانش مقاد معاك كتبقاي تجري غير هاد اللاستيك هذا وكتدخلي في هاد الصدفه اللي لداخل. اييه كما كتشوفوا الجين راه كان ب 13 اورو قل، ولا دابا الثمن ديالو 6 اورو و47. والسروال الاخير هو هذا اللي كتشوفوه داير بحال هكا بحال السروال ديال بارا كما كتشوفوا، كيكون فيه الجيوب بزاف
ومن هنايا كيكون داير بحال هكا زوين. هذا هو اللي بغيت نوري لكم، بغيت نقول لكم من الداخل ديالو بحال اش داير. كما كتشوفوا البنات، شوفوا راه السروال من الداخل بحال اش داير، قطن كيصلح للدراري صغار، ومن هنايا جاي داير شويه بحال سروال الدان، ومن هنايا راه مصوف كيصلح الا بغى يمشي مثلا بحال شي نهار بغيتو دوزو عطله ديالكم في الثلج ولا شي بلاصه، يلبس بحال النوع ديال هاد السراول هادو باش ما يضروش البرد، ولا شي يوم باغي يمشي اكسكورسيون ولا رحله مدرسيه اللي كيديروا ليهم بهاد الوقيته هادي، كيديهم عند الثلج ولا كيديهم بلايص بارده ولا حتى البحر، ويصلح يلبس بحال هاد السروال هذا اللي ما يضروش البرد. اما البنات سمحوا لي حيت تحيد لي داك الطرف الاخير ديال الفيديو، سحب لي واش كنسجلو. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ونتمنى لكم فيتكم، ولا عجبك الفيديو ديري لي لايك، وشكرا بزاف، حتى المره اخرى ان شاء الله، بسلامه.